في فريق الهلال تقريبا كريل احمد الدوخي، خميس العويران، يوسف ثنيان، يوسف حاول يعدي وخطأ لصالح يوسف ثنيان من الهلال في مكان مناسب وخطر بالنسبة للهلاليين. ويوسف ثنيان ويوسف خميس المدرب الوطني طبعا لا شك للكرات الخطرة على مرمى تأثير النفسي عليه طبعا وعلى الشد العصبي سواء هنا أو لمدرب الهلال عندما يكون هناك كرات خطرة، وجاء من خطأين لصالح النصر في مكان خطر. يوسف ثنيان حاد صدم اللاعبين وأحمد الدوخي معه على يمينه وكل اللاعبين في ملعب النصر، وضربة حرة مباشرة لصالح الهلال. يوسف ثنيان يسدد هلاليا رائعا على يسار مضحي الدوسري، يستحق الاعجاب الحقيقه. كل لاعب يسجل اهداف رائعه وواحد منهم يوسف ثنيان، شوف اعاده لها بالبطيء حلو وفي زاويه صعبه جدا 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 على مضحي الدوسري، وهيحلو اللعب، هيحلو اللعب من الفريقين.